السلام عليكم الاخوان، كيف ما كتشوفوا انا الله وقفت الطلانسيه الاولى، اللهم لك الحمد. جوج ديال الكسيبات، راه كسيبه في كاينه راه البوله ديالها، وها كسيبه مورايا اللي كتبان لكم معايا نوريها لكم اكثر. شتو الخوت؟ والحمد لله الله شحط الثانيه، الله جيت هو يتكي واحد الشرغل، اللهم بارك. المونتاج كيف العاده كيف ما وريتكم دائما، ها هو المونتاج. شتو الخوت؟ شرغو بالكالامار، الحمد لله بغا ياكل وشريغو زوين. شفتو واحد الحشره دائما كتكون في الشرغو؟ والاخوه اللي كيعرفوا السميه ديالها خليو لينا شي تعليق وخليو لينا اشنو هذا الشيء. شفتو؟ والحمد لله هذا الشيء اللي كاين. وعليك مولانا اخرى تيارة مصيده الله. اليوم اول بياسه، هذه تقريبا الخمسة و18 دقيقة، خمسة وثمنطاش دقيقة، 23 درجة في الحرارة. اللهم بارك، اللهم يسر. اش كدير؟ كتشوف الإخوان؟ يلا عليك مولانا، الله نترزق الله تعالى، الله يسهل عليكم الإخوان، وتحياتي لجميع الأصدقاء. أنتم شريغو، أنتم الإخوان سمحوا لي باش نوصيكم هذه البياسة الثانية، البياسة الثانية الخوت ديال أمون. ها هي يلا درتو في الخنشير الاخر. ها هي البياسه الاولى ديال الشرغو، ها البياسه الثانيه ديال الليمون. وصورتوش الاخوان لان مشى ليا دخلت واحد الجن، دوزت صباع على كصبا. هادشي اللي كاين، البياسه ديال الليمون الخوت، البياسه ديال الشرغو. تحياتي للاخوان والمشاهدين، كتقولي اليوم يجيو كاين ما يدار يا الله تعالى، اللهم يسر. يا الله تحياتي لكم الاخوان، بقاو معنا ان شاء الله تكون شي فرجه باذن الله. وانتم الاخوان البياسه الثانيه، اللهم بارك ديال الليمون. ها هي دائما الكالامار وبغا ياكل. هذه البياسه تقريبا واحد كيلو، كيلو 200 تر كيلو ونص تقريبا، ما بين كيلو كيلو ونص. اللهم لك الحمد. الماكله الاخوان رجليه، اللهم بارك. هذه هي البياسة الثانية. هانتوما الإخوان كيفما كتشوفو معكم الرئيس عبد الإله، جوج ديال البياسات ديال الليمون، واحد البياسة ديال الشرغو. وبالنسبة للمونتاج اللي دايرها الإخوان، المونتاج عادي ديال الدرع وديال البلا، سنارة معلقة، طعم كالامار جديد، والكرافان ديال 150 غرام. وبالنسبة دابا راه درت المونتاج يعني اللي هو سبيسيال ديال لادوراد، وان شاء الله غادي تشوفوا معايا هذا المونتاج هو باش غادي نخدم. على الله ما يكونش صغير باش ما يسنسر ليا، ولكن على ما لاحظت الاخوان بان الدوراده بغات البيوضه. هذا الاخوان هو المونتاج الافيكاس ديال الدوراده. شتوه؟ كيكون عندكم بحال هذا بيراميد، اولا هذا كيكون شويه فيه هاد الجناح كيشد، ما كتحكموش شويه الكورينتي، والترقيعه كتكون لاصقه مع الارض لان امون كيسرح مع الارض. الترقيعه ديال 35. والدوده الاخوان، الدوده هي الدوده طويله، راه بزاف ديال الرمله حيت مشيت جبت ديك البياسه ديال امون، تقريبا الترقيعه فيها واحد مترو متر 20. وهنا كاين واحد لاراشي ديال 50، والعماره الاخوان في هاد المونيني العماره ديال 30. ما شاء الله نخرج ليه لداخل، وعلى الله يكون امون على الله، لان جوج بياسات دابا حداولين متابعين، ان شاء الله غادي يكون واقيلا راك بهاد الوقيته ولا يكون يعني سرح. ودعواتكم، انا حيدت كاع الاخوان البيوضه، بغيت نجرب ليه هذا تيلا ما زدنيش، نعاود ندير ليه البيوضه. غادي نتاكد ديك الساعه الاخوان بانه راه ما بغاش، يعني ما بغاش العكريش، وما بغاش حيت عندي حتى العكريش، ما بغاش العكريش وما بغاش الدوده. غادي نجربهم بجوج، ودرت ليه المونتاج ديال سبيسيال، ما بغاش يعني ديك الساعه نعرفوا بانه عايم، يعني كيهز طعمه فوق الماء. ضروري غنعاود نرجع ليه المونتاج اللي هو ديال الصناره. ومع العلم الاخوان، هاد الدوره هذا راه ضرب الصنار ديال الزيرو كات، يعني تبارك الله راه بغا ياكل، اللهم لك الحمد. انا نشحت له عليك مولانا، دعواتكم لنا. ودائما الاخوان من شاطئ اكادير كيفما وعدتكم، ان شاء الله غادي نرجع لبلاصه اكادير، وغادي يكونوا حصائل ممتازه باذن الله. والله البدايه ان شاء الله دابا يلاه كنخلط الحفاري، ان بيني وبينه تقريبا شي تقريبا شي 12 عام 10 سنين بهذه المنطقه، واحد المره سيطفيه
في الفيديو اللي شفتو عندي في القناة رفقة الريسينس تقريبا هذاك واحد شي 4 سنين هادي ولا 5 سنين، ولكن جيت غير واحد المرة صيدت ضربت واحد البيسة الدرعي، دابا الحمد لله صيدت فيه شي 5 المرات متابعين. يلا كان يعني كنتذكر، وكيف ما غنصحكم الاخوان نصيحة من القلب، بغيتو تشدو حصائل مزيانة في البلاصة قادير ضروري 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 خصكم تداوموا تحفظوا الحفاري. الا ما عرفتوش الحفاري ان الحفاري كيتبدلوا راه ما غاديش تشد الحوت، ولا البلاصه فين تشد الحوت فين تجي الا كاين حفره ديال الامون، كاين حفار اللي كيديروا امون، كاين حفار اللي كيديروا ابلاغ، كاين السطوحه ديال الرمل اللي كيديروا تقريبا الابلاغ والدرعي، يعني ضروري خصكم تقلبوا. وتحياتي لكم الاخوان، وان شاء الله غادي نتطرق معكم في فيديو لاحق باذن الله للحفاري اللي كاينين في لابلاج، وكيفاش غادي تعرف الحفاري، وكيفاش تعرف الظهر ديال الرمله اللي كيرعى فيه ابلاغ اولا بوشوك. وبالنسبه للوسيط ديال الضرب راه ضروري كتلقاو شي قشريات والعكريش ديال الرمله في المسجد. المهم ان شاء الله بقاو معنا، امام ابوني شي تابونا في القناه ديال عبد الاله فيشيف، غادي نرجعوا ثاني الاستفاده والافاده باذن الله. وسمحوا لي على الغيبه، كنعاود نكررها الاخوان لان ماشي غير الخاطري، ظروف العمل قاهره وحاكمه هي الاولى، اللهم يسر الاخوان. وتحياتي لكم، ان شاء الله تكون فيها شي بياسه، ما عرفتش واش غيبان لكم بالكاميرا ولا لا. الله ها هو الكراك تحل، ان شاء الله تكون باشره باذن الله. ها هو الخيط، الخيط مرخي بسم الله. الله يا ربي تيسر، اللهم بارك الاخوان. المهم سمحوا لي ما كيبان لكم والو الاخوان، لان كيف ما كتعرفوا التصوير ديال الكاميرا في هذا الوقت راه صعيب يبان، كنحاول نقرب لكم الصوره باذن الله. المهم راه حل الكرابان، اللهم بارك. اللهم بارك اشرغو مع اكادير وفلا. ومع الرئيس عبد الاله الخوت، اللهم بارك. تحياتي لكم، اللهم يسير. هالك صباح وثاني مباشرة، اللهم لك الحمد. بعد هذا شنو نديرك؟ اللهم بارك. ها هي حوتة، اللهم بارك. بسم الله تعالى. ها هي الإخوان، اللهم بارك دائما البيوضة. ومعكم دائما الرئيس عبد الإله من شاطئ أكادير. ها أنتوما وقد يكون إن شاء الله ما يكون غير الخير بإذن الله. امون داير الخوت اللي خدم عليه لا بديش فيه بياسات مزيانين، اللهم يسير. تحياتي لكم الاخوان، اللهم يسير. ترضى لكم الاخوان. وبالنسبه للمصيد، غالبيه المصيد اللي كيديروا الحوت في شاطئ اكادير راه كاينين الاخوه تقريبا من فندق اماديل حتى القصر ديال الملك، هذو هما الحفار اللي كيديروا فيهم الحوت. عليكم السلام ورحمه الله. وبالنسبه للاخوه الحصيله، يا اللهم بارك، حصيله ديال الرئيس عبد الاله، حصيله فرديه كيف ما كنقول لكم، راه غير بوحد ديال الاخوان شرغوا لهم طنطن. شوفوا الاخوات شرغوا كحل في الرمله، شفتوه بياسات ديال امون الاولى، هاد الثانيه، هاد الثالثه، وهاد شرغوا. المهم ثلاثه البياسات نشوف. انتم الحيه الخوت. المهم انا ما كنبيش الاخوان يعني نحط الحوت بحال هكا في الرمله يتكرفص، كنحاول نسترو ويبقى نيت شويه مستور، هذا هادشي اللي كاين الاخوان. وتحياتي لكم، اللهم يسر الجميع، والله يسهل على الجميع. بالنسبه للمنزله، المنزله راه مخيره، منزله محواته يعني كما كنقولوا حنا في الصحراء، اولا عندنا حتى هنا في اكادير منزله محواته، يعني منزله دايره الحوت. توكلوا على الله الاخوان، اللهم يسر. وبالنسبه الطعم، جيبوا دائما طعم مزيان، مونتاج مزيان، سنانر مزيانين، والعمارات ديال الخيط تكون شويه ماكينه تكون عامره، كيكي شويه يكون طويل. المهم حاولوا تراعيوا بهاد الامور اللي كنت قلت لكم في الفيديو السابق، تطرقت معكم لهاد الامور غير باش ما تطيحوش في نفس المشكل. وبالنسبه حاولوا تدخلوا الكرابان مزيان الخوت في الرمله، لان غالبيه الوقت يعني اخوان كيترسلوا لهم الماكينه كيطيحوا في الرمله. تحياتي لكم، اللهم يسر.
اللهم بارك. انتم الخط معكم من شاطئ اداير، اللهم يسر. تحية لكم الإخوان والصحة والراحة، دائما معكم الرئيس عبد الإله. وكيف ما شفتوا معايا الأجواء، كنتمنى من الله عز وجل يعني تكونوا تفرجتوا معايا شوية، تمتعتوا، عرفتوا الطعم اللي هو مهم، وعرفتوا المونتاج اللي هو أهم، وعرفتوا العمارة ديال الماكينة اللي ضروري خص ديروها في الماكينة ديالكم، عرفتوا المعطيات اللي غادي تخصكم يعني ديروها باش تصيدوا. وبالنسبه للمسافات الرمي اليوم كانت شويه بعيده، كانت شويه كنورك مزيان على الكرابه، لان الحوت كان بان لي رجم عليا الشرغو، وكنعرف انا الشرغو ديال الكوشطه هو زريقه دائما كيكونوا بعاد، ضروري خصك شويه تورك. وبالنسبه لواحد الماكينه فيها 30 وحده فيها 35، وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. اللهم يسر، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون. دعواتكم لنا بالخير والتوفيق والرزق الحلال يا اخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.